أهلا بكم، إحنا بنرحب بكم في عائلتنا. إحنا من فرنسا وإحنا عايزين نرحب بكم في بيتنا. إحنا كعيلة إحنا شعرنا بأمر من الرب نشارككم بيه، وفي الوقت الصعب ده إحنا عايزين ندعو ده الأمر ده أنه لا تخف، تشدد وتشجع زي ما مكتوب في سفر يشوع، تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب، لكن اختار أنك تخدم الرب. وإحنا كعيلة بنختار الرب في المكان الأول، والوقت ده اللي إحنا بنعدي فيه محتاجين إن إحنا نركز على أن نعبد الرب ونضعه في المقام الأول. وإحنا عايزين نعمل الأمر ده مع بعض كعيلة، كعيلة واحدة، مش كل واحد لوحده، لكن كمان نعمل ده مع عائلات الأمم. وبنرسل لكم حب وبركة من فرنسا، بنحبكم كلكم.